سوريا تاريخ حي يتكلم. تابعونا في برنامج من القلب للقلب علشان تشوفوا ايه اللي حاصل بالضبط في الارض، ازاي الناس بتعيش للرب يسوع وبتموت للرب يسوع، ازاي المرأة السورية قوية في ايمانها وقوية في انجازها. تعالوا نشوف الكنيسة حية ازاي وبتعلي اسم الرب ازاي في وسط الضرب وفي وسط الدمار، لكن يسوع حي ويتكلم في أرض سوريا. تابعونا في برنامج من القلب للقلب في المواعيد اللي على الشاشة.